برضك حمد لله على السلامة يا أخوي، رجعت لناسك ومالك؟ طول عمرك يا أبو هيبة الميلة تعدلي، حمد لله على سلامتك يا ود أبوي. مصدع ولا يا زكية؟ طول عمرك شديدة؟ لا ده مش صداع يا أبو هيبة، ده قلة نوم يا أخوي. اللي بتخلف ولاد ما بيجيلهاش صداع، بتبقى شديدة وقوية. ما هقولك ايش، توري نامي، هتقعدي لغاية ما تسلم. اديلك سنين غايبة عن المجلس. اللي يعرف يحطك مكان حكم. لو زعلان قول يا اخوي، انا اللي قلت لزكية تقعد، وانا اللي قلت الحكم يجيبها هنا. اصلي خفت ان اتبهدلوا في غيابك. كريم امر يا خالي. هتخش جامعة ايه؟ سمعت انك نجحت في الثانوية. امي عاوزاني ادخل كلية الهندسة يا خالي. مجموع زين يا اخوي. بس يا خالي انا ما عاوزش ادخل كلية الهندسة عشان في الاخر اطلع اشتغل مع عطية. خش اللي تخش يا كريم. عاوز ارسم يا خالي، اخش كلية فنون جميلة. ايه ليك كديه ما روحتيش يا كريمة؟ من وقت ما سافرت الصبح اروح الصبح. قبل ما تاخدي حقك. حقي؟ حقي في ايه؟ ما عاوزاه شيء، تبني في البلد عمارة. لا انا قلت ما كانش قصد. انا حشت عنك حاجة يا كريمة؟ عمرك ما شكيتي تشكي وانا في غيبوبة؟ امال لو كنت مت كنت عملت ايه؟ بعد الشر عليك يا اخوي، انا ما كنتش اقصد. بعدين نتعاتبوا في الصغير يا كريم. نسيبوك تفرد جسمك وبعدين نكملوا حديثنا. من ميتة بتهم قبل يا حكم؟ من ميتة؟ حد قال لك انا تعبان ولا ايه؟ ولا ايه في مخك غيرك؟ لا والله ما فيش في مخي حاجة، بس أنا عاوز أروح. قادلنا شهور وأيام بيتنا اتبهدل، وأنت عارف أخوك ما يتحملش التراب. ما يتحملش التراب؟ أمال كيف عاوز تشرب سجارة يا حكم؟ إيه؟ مين قالك؟ يبقى أنت معاك جن يا أبو هيبة. كيف تعرف كلمة قلتها وأنت غايب؟ مش هقول لك قلتها فين، مع انهي كلب لهروجة، لكن هقول لك تقعد هنا زي ما كريمة حكمت تقعد هنا وانا غايب. هتقعد هنا ببيت اخوك ومعزز ومكرم يا اخوي. الوكل يا ود ابوي، انا عاوز ارجع بيتي. كل حي بيستريح في بيته. انا قلت هتقعد هنا، انا حكمت بكده ولا عاوز تكسر كلامي؟ اوعى، ولا عاوزنا طخك بالنار زي ما طخيت رجالتي؟ أمر يا غالي. عمك حكم هيعتذر لك وهيدي لك 100,000 جنيه حق ضربة الرصاص. ماشي كلامك يا هيبة، ما تزعلش يا عامر. الله يعني.
الوكل معاكم المرة دي مش تجنيد، الوكل معاكم المرة دي توحشته. يلا بسم الله أخوي. بلاش الدنيا أخوي. الرومي للجماعة والشباب، كل من الروم انتو كريم يا صفاء. ايه انا بعت رجاله في مهمه النهارده يا حكم. مهمه ايه يا اخوي؟ مفيش حاجه نعملوها دلوقت. وصلوا المكان. بعت السلاح كله يا حكم. توبة يا هيبه، خلاص مالي صالح بالسلاح. مالك صالح بشنطة الفلوس؟ 2,000,000 دولار وربع. ضحك عليك. أنا مش قلت لك تخلي لشقتك كالونين؟ برضك مهمل، ما خايفش حد يسرقك؟ كأنك شايل من أخوك يا أبو هيبة، بتفتشني قدام عيالي؟ هو أنت كبير على التفتيش؟ ولا كبير على أبو هيبة؟ برضك أنا أخوك الكبير. طب تعالى وريني كيف الكبير يتصرف. من أولها وأنت هربان. عمرك ما وقفت في صف. ولا عمرك خشيت قبر. وانا محمل وساكن. عاوز تسير قولها دلوقتي وننزل واشيلك. هو انا قلت حاجه؟ عمري اتكلمت من زمان وانا بسلم، حتى اسال ماهر اللي بيجي شبهك. ليش الفلوس ليه يا صباح؟ من ساعة ما سافرت وانت رافضة المصروف. ملهاش لازمة من غيرك يا اخوي. مين يهمه الوكل وهو عطشان؟ كيف ابص على الدنيا وانت ما فيهاش يا ابو هيب؟ الحمد لله على السلامة. شبه الشبه حكم يخلق من الشبه.